تبارك الله تبارك الله والضو فايت على عباد الله. انوضوا نوضوا نوضوا تقعدوا انوضوا نوضوا. واش عباد الله من خمسة الصباح وانا خارجة؟ واش عباد الله واش انا قريتكم باش تعودوا ليا؟ واش انا كيما جاي انا نمشي نلقى كاينين نلقى ما خدامش ونخرج قلب على راسك. ربي ما قالش لك نعس وتسنى الخدمة تنزل عندك وانا تقعد راه عييت صافي الوليد وهذه واش انا من خمسة الصباح ويوميا حنا غنبقاو لوك 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 لوك. صافي الوليد الله يحفظك. صافي حنا نودنا دابا. لا حول ولا قوة قاعد. صافي حنا نودنا الوليد نود. راه عييت انا عييت اللهم اني هذا بالقر بزاف هادشي الوليد النفس ديروا النفس كيما سبحان الله. خرجوا تخدموا على راسكم. راه عييت انا عييت انا راني عييت واش ما كتسمعوهاش؟ خرجوا خدموا على راسكم. صافي راه ما بقيتوش صغار. انا راني عييت ديما بخمسه سبع خمسه بزاف هادشي اللهم انا هذا من قرب. جيتي وانت غتهني صافي انت كتشوف اش كدير اخواتي. انت باقي صغير ما عارف والو. راه شنو هذا؟ والله الا بلوضو ولا راس لا بقى انا سيدي انت الحق صاحبي. شنو صافي عندك القليل نوض دبر معايا على راسك نجيبوها من فم السبعة صاحبي. لا ضروري اش ناجح لا ناجح يا دي صاحبي وحدي الناس تبقى حلوه صاحبي الله السعاده. الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. كيفاش ايوا حنا نعديو وليد ولا اللي كيعدي تعدي الله. علاش كيلو كتشيره؟ شي كيلو بطاطا وشي كيلو مطيشه. كيفاش مع الوقت الزهراء؟ الحمد لله يا الله يعطيها الله. ايوا خير الله يخلي الصحة. بعد من العكس على الراس بعد من العكس على الراس. بقى هاني الحمد لله. شحال اسيدي؟ عمل كيلو عمل كيلو كيلو
السلام عليكم. وعليكم السلام. شحال الرمان؟ 5 درهم. البطاطا؟ كلشي 5 درهم. لا بزاف بزاف بزاف. اسمع ما كاين شي كورونا. اوليدي كورونا عليك عام. اوليدي رحنا عاد صافي. تشوف شوف الرقاد كش عنده مع الوالد هذاك خويا. خلي بلاتي بلاتي. انت تجيش من بلاتي تجيش من بلاتي. عندك عا كيطير ياه عا كيطير عندك دير في راسك ياه ها دير في راسك ضروري الله يرضي عليك وليدي ها تبعو راعينا معاه الله يهديه انا راعيت بزاف هادشي ديما الماشي هادشي بزاف الله يرضي عليك وليدي لما دوي معاه وغلب فيه هو راه باقي ما عنده عقل الهضره ما حاول وليدي تهضر مع الله يرضي عليك الله يرضي عليك سميتك فاطمة كنت فاطمة كورانا بعيني معاونيني وقع الشغل ديال الدار. خلينا ندوزو هاد الدكة بلا ندير الله يرحمك الواليدي خلينا ندوزو هاد الدكة بلا ندير الله يرحمك. واخا كلشي مزيان انا كندوي معاكم على مصلحتكم واش انا عباد الله واش غادي تخدموا ليا راه غتخدموا ريوسكم انا ما غاديش ندوم ليكم راه غدا بعد غدا نموت. ما عرفناشكم السابقة ولادي إوا أنا خصني نخليكم هانين والصداع ما بقيتش بغيتو ما تبقاش أوليدي عاد ترمى ليا شي نهار تقتل ليا شي واحد شي نهار تترمى يدك وتولي قاتل ليا شي واحد واش حنا العند لا سيدي أنا ما خصني عند الله يرضي عليك حنا كنقلبو على السلم والسلام حنا كنجرو على راسنا على حدات الخبز نمشي مع حويطة والخدمة راه كاينة سير هبطو للمارشي قلبو على هنا هو الناس كتقلب على دول الخدامين مالهم جات تقلبت عليهم الخدمة في الدار راه بزاف هادشي الله يرضي عليك ما تبقاش دير ليا هادشي واش غادي انا ما عندي فلوس باش تبعكم بنادم للحبس الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم انا ما كندير والو انا كنتعدى ما كندير والو ما تبقاش طالع الدري يهضر معايا على الخضره راني هضرت معاه عودت عليه راه غادي يمشي ايوا وديك ملي هزيتي خبطيتي ولي ما درتني راه غادي للحبس هو ما جاي يفسر شنو هذاك الشغل هذاك اللي كيعمل لك او دير هذه هي الحياه هذه هي الدنيا هذا راهو راه هذا هو الزمان راه حنا عينا راه عينا راني مراه قدام الرجال راه بالزمن خصني نصبر مع هذا ونصبر مع هذا وكنجي باش نجيب اللي قسم الله سير والدي سمعيني راه غيطول لي الدو دير امبوسيبل غادي لا ما يطولش غيدو ما طولهاش خليني نهضر معاه خليني ماشي انت اللي غتوريني راه ماشي انت اللي رديتيني قد دوكا راه انا اللي رديتك قد دوكا والله يرضي عليك كنت سمع صافي ودا ما صافي كتحرروا العيشه تحرروا العيشه اش قلت لك الوالده خرطوني اجي كمل معنا هذاك شاطر اجي خلينا نمشيو ندبروا على حاجه مالك اصاحبي والله نشوف شاطر والله من غير 20 درهم اصاحبي راه وفين تينا صح؟ أنا بقبائلتي وأنا كنستناك هنا يا صاحبي أنا بقبائلتي وأنا كنستناك شعندك يا صاحبي في البلاصة ديالنا الأولية
ويا جاجي ما تعطلش يا صاحبي، انا كنستناك هنا. هلا الله يسلمك. انت جيت يا هادي غا الصباح وصافي. الله يجينا عاوشين هادشي اللي معطل صاحبي. ديك الساعة كان تعيط ليا بكري شوية. انا عارف الطريق الدرجات عاد عاد اش نقول لك؟ كاين شي حاجة ناضية على يدك؟ كاين هادشي ناضي كلشي. وهذاك اش نقول لك؟ انا عارف الدعوة القاصحة الوالدة ديالك ما عندها شي. المهم بلا ما نقول لك الظروف مطيح فهمتك. الله يدير شي شوية. اش نقول لك؟ اش نقول لك؟ نعطيك واحد الصخرة خدم على ناضية. ناضية عنطيك واحد الصفرة خدم على راسك انت هنا وكلني ونوكلك. مرحبا فهمتي. مرحبا الله يود. تعال معانا ضروري تجو عنطيك الصخرة. عاد غير فاير ماشي انا صاحبي. ما كاين لا فاير لا والو. انا غنقول لك انا غاد بغيت فاير. انا عندي صحابي غنخلص عليك رزقي. مهم كنعطينا ولا اخر تادرة زايدة تنسى خوادري. خليني بيني معاك انا نسى الخوادري. شوف الخوادري جابوا لك شي هذاك جاي معايا. ها الصفرة صافي كلشي ناضي هنا تشوفو. وصافي كاين كلشي ناضي صافي تادي مزيان. صافي صافي واش داجك راه بيناتنا التليفون راه كان شي حاجه راه غادي تشوف. صافي حي نزل الخوادري نزل صافي صافي. محمد كان بطاطا هنا مشي عدو واللي قال لك خاوه بغا يضربك شي ايطاليا على سير سيرو ما تضرش كتحشموش عاد مصيفط خو دابا داك الداد انا نشوف او خو كيدفعوا المهلك الراس سير اصاحبي صيفطهم راس ولا صاحبي. أغاز جاوب داغي أنا صحيح تعطى
الو واش فيه؟ وانا خصني نطلع بحالي ندبل اصاحبي، باقي ما وجدتيش هذيك الامانه. شنو قلتي؟ يا كنعيط كنقول لك هاد المعود هادي عندك دعاد يا جيب شهودي نقه يا واخا هلا استنى يلا ماشي انا اللي خسرت، ماشي انا اللي بغيت، انا غير حصلت جبرت راسي في الزنقة صغير وتحكرت تحكرت حيت ما قدرت تتيق بلي انا صافي خسرت وتخسرت ملي عرفت بلي ما عندي مكان حتى في الزنقة اذا خفت وصافي فهمت واخا ما عمري اقتنعت بلي انا انسان حياتي الزنقة خلقت ما عرفت علاش مشيت فضي خوتي ما كانش لازم كان مسمى بالوالدين ولا الفقر ولا بنادم ولا حيت المرض عمرو ينبت في الغيظ ولا حيت الزنقة ليلة ضروري كون قيس حياتي تخبلت احلامي ذبلت نظرة الناس عليا صعبة ديالك تهضر معايا انا واش خويا راه باقي حي شكون اللي قال لك خويا مات اقسم بالله واش انت واش عارف اش كتقول راه خويا هذاك شكون اللي قال لك راه خويا مات انت سير الصحاب وصدقت شعرتني فيها روتيني صفار على وجهك شنو عندك يعاود ليها انت كتشوف ما تخاوم اقسم بالله دابا عطيت واحد شد الحشيش وشي قلت له مشي بيع وصدقت شعرتني فيها وصرت له واحد المهم يقتل وصدقت شو قتل لي الخاوة ديالو الروينة باش نديرو نتيا بينا انا صاحبي بطالة خايبينة هادي ماشي غير بطالة هادي حريرة الله يا خايبينة شدك من هادشي اصاحبي والله ما قلتش من عبد الله الرحمن بارك ما عرفتش انا بغيت نقول شي حاجه قلت لي هاد عبد الله خايبين ما عرفتش شنو هاد عبد الله خويا اللي خليني الصالون ندبر على راسي نخرج ولا خايبين صافي دابا راجل ماشي انا تا داخل ماشي تا داخل خايبين الدنيا انا تا داخل خايبين فهمتي الله يرحم والدي قبيله الفرس اللي حاجه اللي خليني ندبر على راسي خايبين لا غير لا غير صاحبي فين هو داك خونا فين هو داك انت من هذا كتاب كل كتاب وسيلو كل كتاب ربي الروح تحت ليك يا رجا ربي ربي صافي هادشي اللي قالك السر دابا جاتني واحد العيطه من الحومه ديالو داك السيد اللي مرونه قال لك صافي جمع الصاق غادي يشبر الطريق صافي صدقت له اللعبه امرت بحال اللي ما كاين والو شنو ما عرفتش شنو شنو نعدلو معاه دابا الشاف غادي نفطرو به قبل ما يتغدى بينا احنا مع المحطه هنايا غنزربو عليه مع اللويا مع جبل شوه صافي السي صافي السي ماري ونمشيو دابا صافي دابا كان لا ما عندي ماري واش غنقرطو غانا في شي قنيت وغنسيمارو عليه غنبوع صافي السي صافي لا غنسمرو عليه هاد الليله هادي غنجيبوه صافي شد الطريق مع حاشمش براعي شد على صافي ما عندكش المراقه على من تمرك طلع مع السمو على دابا من جوج ما عندوش المراقه صافي شد الطريق حل ما كاين والو الحمار كي داير يلا سلام.